قناه شعبيه كبيره من قيمه الضيف المكرم. جائزه الاردن العالميه للشعر هي من اهم اللحظات الثقافيه والشعريه التي يلتقي فيها بيت الشعر في المغرب، ويصافق من خلالها شعراء كبار من المغرب والعالم العربي ومن العالم الذين لهم منجز شعري بادخ استطاعوا من خلاله تجديد اللغة والتأكيد على أهمية الشعر في حياتنا اليومية، واستطاعوا كذلك من خلال مسارهم وحياتهم أن ينتصروا لكل ما هو جميل ولكل ما هو مدهش وعميق. اليوم نحن في الدورة 13 من هذه الجائزة التي صارت تقليدا سنويا أساسيا في حياتنا الثقافية والشعرية، وقد فاز بهذه الجائزة برسم هذه الدورة الشاعر اللبناني الكبير وديع سعادة، الذي له منجز شعري هام استطاع من خلاله أن يبصم القصيدة الحديثة في المغرب وأن يغني خاصة قصيدة المغرب. شكرا. بغيت ولا صديقي تاخذ مع المدير ديالنا. تكريم وضع تكريمية للشعر، وهذا طبعا فالشاعر رأس ماله ليس المال، الشعر رأس ماله يعني التكريم والقراء وهكذا. يعني أنا طبعاً أشكر جائزة الأرشادة وأشكر وزارة الثقافة وصندوق الإذاعة، أشكرهم ويعني تجعلني جائزة الأركانة أشعر أن الشعر في العالم العربي لا يزال بخير. تتوجكم بجائزة الأركانة في دورتها 13 وتتوجكم كذلك للشعر اللبناني بصفة خاصة، كيف ترى مستوى هذا الشعر يعني وحضوره في العالم العربي في الوقت الراهن؟ أنا أحترم كل الشعراء ويعني أرى أن الشاعر أو الشعر يعني عمله الإنساني هو عمله هو الإنسان والعمق الإنساني، وهذا جميل جدا في ظل كل ما يحدث في العالم العربي وفي العالم عموما من قتل ودم وعنف وكراهية وعنصرية وما إلى ذلك. شكرا جزيلا سيد بلال. ترحب بكم في فضاءاته المضمخة بعبير إنصاتكم العاشق والأنيق، والذي سوف نستهله بكلمة بيت الشعر التي سيتفضل بإلقائها الشاعر مراد القادمي رئيس بيت الشعر، والذي لا يغمض له جفن إلا بعد أن يطمئن على استقرار النقطة في سماء النون. فليتفضل. النقطة في سماء النون. صح صح. جميل جميل. سيد وزير الثقافة والاتصال، سيدة مديرة مؤسسة الرعاية لصندوق الإذاعة والتحرير، سيد أمين العام لجائزة الأردن العالمية للشعر الصديق الشاعر حسن، مجموعة السادة ممثلين مؤسسات ثقافية سياسية والنقابية والجمعوية، نساء ورجال إعلام، أيها الحضور الكريم، وقبل كل ذلك مرحبا بصديقنا الشاعر الكبير متوج بجائزة الأردن لهذه السنة الشاعر وديع سعادة. سنة بعد أخرى تتسع حلقة الشعراء الذين ينتسبون إلى هذا الأفق الشعري والإنساني الذي اتخذ اسما مغربيا مميزا هو الأردن الشعرية. فمنذ انطلاقتها في أوائل الألفية وهذه الجائزة تتلون وتغتني بأصوات شعرية مميزة ومضيئة في سماء الشعر الإنساني. كل شاعر فائز بها يمثل عالما خصبا ومفتوحا من القول الشعري المدهش والمعبر عن انخراطه في مدارات الحداثة والانتساب لأحلام البشر التي لا تقف عند رصيف. كل شاعر فاز بهذه الجائزة أضاف لها معنى من تجربته وصوته ومزاجه،
ووهب لها بعدا جماليا مغايرا ومختلفا. أوتار هي مدوزنة في قثارة الشعر، لكل واحد منها سحره ولهبه الذي يشي بصوت لغة خاصة ونسج عالم متميز من الصور والمجازات الشعرية، بدءا من الشاعر الصيني بيضاو الذي يعتبر واحدا من الشعراء المعاصرين الأكثر أهمية ليس في الصين فحسب بل في العالم، والذي ترجمت قصائده إلى أكثر من 30 لغة، مرورا بالشعراء محمد الصرغيني، محمود درويش، سعد يوسف، إيف بونفوا، أنطونيو غامونيدا، نونو جوليس، فولكر براون، محمد مطلح الحاضر معنا والذي أحييه بالمناسبة، وصولا إلى شاعر الطوارئ الكبير خوار الذي احتفلت به الجائزة السنة الماضية هنا بالمكتبة الوطنية. وها نحن اليوم في موعد شعري جديد وفي دورة أخرى من هذه الجائزة التي ارتأت هيئة تحكيمها أن تؤول فيها الأرجانة لأحد أصواتنا الشعرية ذوي المكانة المميزة في المشهد الشعري العربي، وديع سعادة، الشاعر الذي لا يشبه أحدا فيما يسعى الكثيرون للتشبه به واقتفاء آثار خطوه الشعري، ذلك الخطو المسكون بالطفولة والبراءة الصادمة والمدهشة، الخطو المشدود إلى قريته اللبنانية شطين، كأن صاحبه لم يغادر ولم يسافر، كأنه لم يزل عواصم ومدنا ولم يكتوي بحرقة المطارات المبردة بهواء المستعار، كأنه لم يهاجر ويتغرب في عواصم العالم ويترك ماضيه وراءه ليجده أمامه مثقلا بالحنين يدعوه لاسترداد ظله واستعادته من الخراب والفراغ والاقتلاع من الأرض والهواء، سواء هنا أو هناك في بيروت أو لندن، في باريس أو سيدني أو في أي مكان آخر، فوديع سعادة يعيش في كلماته مكتفيا بها يشدبها ويرعى استعاراتها في حديقته الخلفية، هو الفلاح المواظب على العناية بشتلة الغياب، هنا لا حاضر غير الغائب، عالم على العتبة أو شيء على العتبة لكنه حضور الغائب الذي لا يغيب في عالم معمور برغبات الغائبين بما لم يتحقق بما تحقق بعد الأوان، يقول تقول الناقدة خالدة سعيد عن وديع وترى قصيدته نشيدا للغائبين. تمجيد الغياب والعابرين ليست الخصيصة الوحيدة في المنجز الشعري لوديع سعادة، فتمت الكثير من الحالات والمعاني الوجودية التي تطل من متنه الشعري، الذكرى والحيرة، الموت والفجيعة، العبث والسخرية، الحرب والهجرة، والكثير مما يزلزل اليقين ويشعل الهشاشة في الذات وفي علاقاتها بالآخر وبالعالم، ويجعل من الشعر ضرورة لازمة لترسيخ الوهم الجميل والحلم المستحيل. شكراً وديع سعادة على قبولك تشريف مغربنا الثقافي والشعري ومنحنا اسمك ليقترن هو الآخر بجائزة الأرجانة وبشعرائها الذين مروا من هنا وتركوا بيننا أثرهم الشعري وأودعونا بعضا من نبضهم وغيمهم لنواجه به خراب عالم صار فيه صوت الرشاش أعلى من صوت الشعر ونبرة الإقصاء والتطرف أعلى من نشيد الحياة. شكرا لهيئة التحكيم لهذه السنة برئاسة الناقد الأكاديمي الدكتور عبد الرحمن طنقول، لقد كرس اختيارها الانتصار للشعر في لحظة انتمائه إلى المستقبل وسعيه لاكتشاف اللامألوف والمجهول واعتماد الخيال لتفقد متاهات الغياب وخراب الذات والأمكنة. شكرا لصديق الشاعر نجيب خداري الذي أعد وقدم المنتخبات الشعرية التي تصدر بهذه المناسبة والتي اختار أن يعبر بها اسم وديع سعادة وتجربته منذ أن اكتشف أن المساء لا إخوة له إلى حين مساء هذا اليوم، وهو يكشف كم له من إخوة اجتمعوا هنا حول الشعر استجابة لنشيد وديع سعادة.
شكرا لأصدقائنا في منتدى الجوائز العربية الذين يشرفوننا بالحضور، الدكتور عبد العزيز سبيل أمين عام جائزة الملك فيصل، والدكتور أسعد عبد الرحمن أمين عام جائزة فلسطين الدولية. شكرا لكل من يحرص ألا تنقصر بين يديه زجاجة العالم، وفي طليعتهم مؤسسة الرعاية لصندوق الإذاعة والتدبير الراعي الرسمي لجائزة الأرجان العالمي للشعر بمعية وزارة الثقافة والاتصال. شكرا للمكتبة الوطنية ولفريقها الذي أعد الشروط اللازمة لهذا الحفل. وفي الأخير شكرا لكم على حضوركم واستجابتكم لدعوة بيت الشعر وصندوق الإذاعة والتدبير ووزارة الثقافة والاتصال.